قف مسلمة أوض أفوريسو بشهر رمضان فدل وين بكتيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قف كأفورية قف صومن مع رمضان وحولية أجر كيس أو كله كل هذه قيلات دي أتسميني سي مالنتي آد إسكيد حدي أوض كصون تي كدر هبين كين إسكيره إسكتشوج سيارك هذا كصون تي مالنتي هبين كين إسكدة go and guard إلهنا سبحانه وتعالى ويديسو إنه كوافتشيو go and كاسي وكل بوبو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك هبينك ليلة القدر إلهي وافتشيو أو عبادة إيا قيام لي مادة إسهو إلهي شركة قدوني خميسانا عبادة داس ذنبه سهر الله مالا دافع يا بلي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي فضلك إنت عليك أيو بشار دحدك وبل أين سوكو بكرهين فضلك إلهي سبحانه وتعالى أسيي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الإلهي سبحانه وتعالى أيام هذا وحين كلمتك وران دوانا وحيا لدينا لقدبون يصير أي تهي بشهر رمضان إن نكو قابله بشهر رمضان أي بركيسا وحيكم تهي مواسم تهي واختيارة فضل قبضا إلهي سبحانه وتعالى وسيدتك مسلمين تا مرر كلا دوان كصو نغنغضة ضدك مسلمين تا سيدا دراديد أي تهي وقت كستا هذا بيل تهي يا هذا مالن تهي إن صوم رأي فضل قدرات كالغشة غي إن إنه آدي يا دولة صعنه كان فائدة سنه بشهر رمضان إبرك إذا سدان الشجنة والنعم كإلهي سبحانه وتعالى إن سيي أي كم تهي سدي تمرك إن إنه قابل له إن إنه أسود وينه إن إنه قف فائدة سنه ما أنت كلمة إن شاء الله تعالى وحكور رسلان دون تا soo dhaweynta bisha Ramadaan iyo wax kamid ah fadaaisha ay leedahay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhaxdhigay bisha barakeysan marka koobaad bisha Ramadaan bilashadeeda waxay tahay inaynu ku qaabilo oo in isugu bishaareyno oo inu ku faraxno oo inu aad iyo aad u soo dhaweyno nabigeena kaleeyhi salaatu wa salaam sidaas ayuu sameen jiray oo ugu bishaareen jiray bilashada bishan dadka ugu bishaareen jiray oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa waran jiray waxa idin soo gashay bishii Ramadaan bishaas oo la xiraayo albaabadii naarta la balaqayo oo la furayo albaabadii jannada sidoo kale shayaadintii dadka luminaysay حق كفوغين سينا لا سلسلة دينا أيو نبي عليه الصلاة والسلام وحو سير راعيي بشهر رمضان مركا إبلاطو وحا دواغا ينادي مناد مد دواغا يا دواغا وحانو إلى هذا يا باغي الخير أقبل قفكي خير كدون يو سو قابل بوجه له ويا باغي الشر أغسر كي شر كدون يونا قابصو وشوشي يعني وحوي ان شركة سمين ايسو ولله عتقاء الهي سبحانه وتعالى وحوليه يو بشا اسقناتي في هذا الشهر يعني ضدو نارتك حري بل في كل ليلة هبين كسو بشهر رمضان كمدة ضد الهي سبحانه وتعالى ونارتا وكحرين ايا سيادة الادد وحينا لقد بون انو اد قد دالو سيدينو قمد نقن لهين ضدك نبينا صلى الله عليه وسلم صحابة سيدابو قبو بشارين شري مركب بشا سيئو بلانتو سيدو كلا رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليه هدي لجوغو هبينك وغوه الرئي اي بشا رمضان ايا شيادين تلا حرحلا البابة جندان اللفورا البابة نارتنا يعني وحويا لقفولا تاس ايا مركب أولا ليالينو بلامنتي انينو كفر احنو إلهي سبحانه وتعالى أقوم هذا نغنو
إنه ينسو قرسيي بشي رمضان وإنو بلطي أي مهمة سيدو كلا أينو قوان أدك قادنا سيدنو قفايدي سنلي بشي واحنو كقابلنا مركة كوبات توبت كين إلهي سبحانه وتعالى إنو توبت كين إنو كوبي يطوان بلاد أيينو سو تشوغني وينو دنبابيني قفف بيني قد عايي قابس بلان بينو كسوغنين محاينو الله إيمانينا مركة توبت كين الدبا بين الله إيمانينا إلهنا سبحانه وتعالى وحوليه وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبتك يا نبي الله ربي سبحانه وتعالى أو إلهي أصوى النغرة تدك مؤمنين تأهايو والليباني سعني نبي الله ربي سبحانه وتعالى لما أرن توبتك يا نا تدك فساق دهايو تدك دنبيلياش هايو مؤمنين تبالي محايا لي قفك إيمانك له إيا قفك وحو إيمانك سوبوحو إيا كإيمانك سنقصان تيهي كالدنبغة كل عاية مدوى لباء وأباهن يهي إنو إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كانو طوبت دونو النقشة إلهي الله صان نقضو إلهي نواء كفر حياة توبت دينا أجر وين وينقصين إيا إلهي نواء نقش علان إيا والله يحب التوابين ويحب المتظاهرين كوا طوبت كان إلهي باتشعل كوا يستاهرين إلهي باتشعل marka toobada inaynu go'aan ka dhigano waa qodobka koobaad ee ku qaabilayna bisha Ramadaan waxa kale inuu ku qaabilayna bisha Ramadaan inaynu qorshe dejisano qorshe aynu ku cibaadeysanayno ilaahay ugu dhawaanayno qorsheena adduunyada waa laga yaabaa inuu iska dejisan yahay iyo shaqadeena waqtigeena ka soo rawaxno ganacsigeena hawlahaasi way iska jiraan laakiin maxaa bishan ka bedelaysa qorshihii ku yaalay إمي سجّر بكو قرشيسن إن الكتاب كإلهي القرآن كإلهي دميسه إمي سجّر أيها كو قرشيسن إن دو حويان أعمال كلا أو خير أو هري أنا دو سمين ترين أدلت ما ده أي كم تهاي قراب حديدس كإن تسيح وتشيسه أي كم تهاي يعني وحويان شار كإن تكور هيسه أي كم تهاي ده أسكت دعوين هدي ترين إن سامح ده أو قلبي قاعد كسيد ديسه oo dadigu kaga horeeyso oo u cudur daarato tilaabil khayraad bayno soo galeysa seenu wada cibaadeysano waynu is saamaxayna waa acmaasha loo baahanyahay bisha Ramadaan inaynu markaa wax weyn u diyaar garowno walaalayaan waxa kamida qorsheyaasha inuu ku qaabilayno in qorshaha ay noogu jirto dadka wixii aynu tari karno haday ehliye qaraabo tahay haday dadka kale jaar ka tahay haday dadka muslimiinta guud ahaan tahay inaad ka qayb qaadato abwaabta khayrka qof muslima أو أفرسه بشهر رمضان فدلي وين بكتيره والنبي يقول عليه الصلاة والسلام قفك أفرية قف صوما مع رمضان وحقول لي أجر كيس أو كلا أجر كيو هلي لها قفك صوما مثل ما إذا أدقنا هليسة أيضا يستقنع وحبل قال نقصامين يعني وحويان قفك أودة إذا قال هنا يسور تجليسه وحسكت تلك كنت لجلي قيس بينه أفرية حكى ونعكسن قيس قرابة هذا أم بشاركا أو باهن إن قوان قادة تو بشار هبادان آتير هذا انتي اي كو أفوري الهاية واي كاسوسي أسطورن انتو دقو جيسو بل انتي ايقا قدوما ولا لا يلوا أرهمها خير كا اي لو باهن يهي إن اي نوكاقا فايدة سنة بش صومكو وعبادة اي عادما وعبادة إلهي لو قد دوان ايو لذلك وحي لادان علمادو صوم كوام حي وتعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني وام حي وعباديس إلهي سبحانه وتعالى لو عباديسنا يو ولو عباديسنا إن لسك أفحره أو لسك إلى لي وحيا لدى سوم كتشبية قارمة يعني وآذان كمركلة أدمى صلاة الصباح إلا على عيد وأي كرد عيسى أو نية وأي شرتو نية العبادة قفك الله جهله هديك على أو قفكو إسكا مارت عن تدي عبيتان كون إسكا دايو يوح يا لدي اللي إسكا إلى لنا أيي وحنا قلنا يا قف كاسي قف أرين عادة إسكا سمي تان الله ما بحنا نبيقنا عليه الصلاة إلى هنا وح قلنا لي يا هاي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عنا أو عب إلا هبينك
يعني waxa weeyaan madawgiisa iyo marka maalintu ay idin kala cadaanayaan cuna marka intaas buu qofka cuntadii iyo cabitaankii loo ogol yahay hadii laakiin waqtiga ay soo gaadho yani waxa weeyaan cadaaladu ay dhacdo waa uu cunaya oo uu cabaya wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xalaaleeyay nabigeena kaleey salaatu wasalaam hadiiska saxiixa wuxuu lahaa إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هبينك ودو حقا إذا كسو قابلو ما أنتم حقا يكدب تشيديسو وأفر قفكي صومنا بمعنى وقت إلا أفر إيي أيال سو قالي صوم كولا ليال سيدي سبع وحويان وواجب بل وركن كم إذا أركان إسلام كأشنطة وأنا فر لله سبحانه وتعالى نقول فر ليالي نبينا صلى الله عليه وسلم iyow umada islaamka sanadkii 2 hijrada nabiga ayaa lagu faral yeelay lagu waajibiyay inay soomaan waxaana waxa weeyaan u daliila xadiiskii nabigeena kaleey salaatu wasalaam buniya islaamu ala khams shahadatu an la ilaha illa allah wa iqami salaah wa itaa'i zakaa wa sawmi ramadaan wa hajjil bayti man istadaa ilayhi sabila yaani nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam shan ayaa diinta islaamka lagu dhisay waxa ugu horeeya shahaadateenka waxa ku xiga salaada oo la oogo waxa ku saddexa sekada oo la bixiyo waxa ku afara waa bisha Ramadaan oo la soomo iyo xajka oo ku shana sida daraadeed ayaa maaragtay waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa taala si gaar ah u dadka muuminiinta u faray oo Rabbi u leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquun dadkii إيمانك لك هلأي بولي ربي سبحانه وتعالى مؤمنين تورد واقيا تدك إيمانك لك هلأي وحال إذن كفر ليالي كركين اللي إذن كواجبي صام سيدي لوغو فر ليالي اللوغو واجبي أمده إذن كهر ريي سيا إلهي وقبقدان سبحانه وتعالى وحال إذن مده أقوين إيو فائدة أقوين اللي هلأي صامك وإن الله كعبسي اللي هلأ الله كعبسي قفك هدو هلأنا نهربو كبد بادية جند إلهي سبحانه وتعالى أهل كذا أي نغنيا سيد رادد وأن كد ذلك إن الصوم كبشار رمضان وحين كقابل إن بشار رمضان سيد عصو كلا ولا ليال إن قفكو يعني وحويا يعني وقدم قضاء ضدك مسلمين تا إجا جيسن إهرادن إيه سند كورن حالة كتشري أو قفكو مركو هرادو أو جا جاضو wuxuu dareemayaa inay jiraan dad walaalihii oo sanadka dhan qaadama dirgaan ah oo gaajada iyo haraadka ku nool taasina waxay dhalsinaysaa inuu u damqado oo dadka wuxuu Ilaahay siiyay uu wax ka siiyo oo jeebka uu gacanta geliyo oo waxa weeyaan uu guriyahooda wuxuu ugu tari karaayo ugu taro ayaa dhacaysa oo imanaysa waxaan aad iyo aad حقيقة وحوجينيا بشهر رمضان إنو كقابل قلوب سوچيد قلوب نظيفة قلوب توبت كينا دد ولا لا أو وحويا اسكو درينا هدي إلهي سبحانه وتعالى نقو أدون صدي إنو مرودة صونا وإلهي نقو أدون صدي إنو مرودة أفرنا أو إلهي سبحانه وتعالى بشا براينو وذا سلادو وذا شوكسنينو oo bar aynu talaawixdu wada tukaneyno dareenkeena kalena inaan iska warhayna ayaa loo baahanyahay bisha Ramadaan waxaynu ku qaabilaynaa isbeddel qofku u sameeyo inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusih ilaahay dulma bedelo ilaa in xagga nafahooda iska bedelaan sidoo qofku iskaga bedelaya qofku go'aan buu qaadanaya haddaad qorshe sii dejisaneysa bishii Ramadaan maalinta ugu horeysa intaanad سومن أياد قرشيات كو قابلة لايد بشاد ديشي سنيسا كم تهي ضد فربضان أو مسلمين أو ولا لهين أيا لغا يابين اتشيران بلودو أي مركا كو امتحاميه قاد باتشرا سيجار باتشرا ضد كلو بلودو كليل باتشرا وحلو بهي بشان بلاد كاقا تخلص لهايد أو فرحا كقاد لهايد وحيالا دا صوردن كل حد دي qayladii aad sameeyneysay maalintii aad iska xidhay oo ka soontay ku dar habeenkiina iska yare iska jooji sigaarkii haddii aad ka soontay maalintii habeenkiina iska daa go'aan gaad ilaahayna subxaanahu wa ta'aala weydiiso
inuu ku waafajiyo go'aankaasi uu ku dhawoobo waa arin aad iyo aad muhiim ah qofku inuu kala baxo yaani bisha Ramadaan isagoo dambi dhaaf helay isagoo caafimaadkiisi wanaagsanaaday isagoo caadooyin xun oo uu lahaa yaani waxa weeyaan faraha ka qaaday waa arin aad iyo aad muhiimadeeda u leh nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay man saama Ramadaan iimaanan واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه قفك صومة بشار رمضان إساقو أرهما إيسان واجب نماذا بشار إلهنا أجر كقدونا إيا قفك صومة غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سهر الله بلا دافع بلي النبي عليه الصلاة والسلام إذا صومته أو صوم دوا لقاهلو سبب يكون قلنا سيئين ذنبه قال دافع سيدوك للنبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي توكدا أو قيام الليل لي مادة وصلاة تراويح ذا تهجدكي قفك لي مادة بشار رمضان قيام كاس ذنبكي سهراء أردن بالا دافع إبري النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلام حلو النبي وسلم معناه كله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك هبينك ليلة القدر إلى هي وافتشيه أو عبادة إيه قيام لي مادة إسأقو إلى هي شركة الدونة خميسنة عبادة داس ذنبك سهر الله مالا دافع يا بني النبي عليه الصلاة والسلام إلى هي فضلك أنت عليك أيو بشار دحدك وبل أين سوكو بكرهين فضلك إلى هي سبحانه وتعالى أوسيي وإن شاء الله تعالى حلقاتك كالقار كود أين كنت المامي الدونة وحا أن كسا أرورين لها بكلمة دي دي كسا كوبي لها ولا ليال حدي ما أنت مرتي إنكو قالية و آد ماموس يملقي إنكا مدني أي نوع إمان إيسو إن سوا قابل إيسو ديار قرو قيدة إنو سمعينا ديار قرو قيدة إنو سمعينا بشار رمضان إنو ديار قرو إنو أي مدن تاه جرهان عبادة أهان يعني وحويان أعمال أهان أينو أديار قرونه سين إلهي سبحانه وتعالى فضل وين إيه تشنوين أينو قهل إلهين أيها لينو قبهان يهي إلهي وحن ويدي سيننا سبحانه وتعالى بشار رمضان إن أينو بلابتي إنو خير كده إلهي سبحانه وتعالى نصيه كوي لودن بدافع إلهي سبحانه وتعالى نقدقو كوي تشنوين كسا متيست إلهي إنو نقدقو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا بريمير ولد لعبوا ودر صاحب كذا وهو أديجو ملك استا كوب يحب يلاشا ودر هنا لقى جس ودر ميل والبا كم عملوا أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد